اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وبلدية الباروك سامحونا، وكل البلديات وكل الباروكات والباروكات حراها. اقامت بلدية الباروك الفريديس، أقولك فريديس أو رايديس، هيدا إذا رايديس من كلون يعني. أقامت بلدية الباروك لفريديس احتفالا لمناسبة إطلاق مشروع تعزيز السياحة الريفية في منطقة الباروك، لأن إحنا بلبنان سياحاتنا شو بدك؟ سياحات هيك، سياحات جنسية، سياحات تجميلية، سياحات وسوحوا سوحون. في منطقة الباروك اسمها الفريديس في مركز رشيد نخلي الثقافي في بلدة الباروك، والذي اختاره برنامج بناء التحالفات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمنطقة، وتخلله توقيع مدرشو مذكرة تفاهم لتنفيذه في مكان المشروع. يعني أنا ما بفهم شيء بالعربي اللي بتحكوه هيك، إنه كلمات وكلمات وإجت المصاري تنعمل هالمشروع. وين هالمشاريع كلها؟ على الأوراق. وتحدث رئيس البلدية إلي نخلي والوزيرة السابقة نايلة معوض، نيول منيلة هالمشروع، منيلة ومنوهة بالمشروع الذي يدخل في صلب أهداف مؤسسة روني معوض. يا حرام شو تجرنا بهالاسم، ما تعوض شيء بعده برن. ونوهت بعمل محمية أرز الشوف الرائدة في حماية البيئة، الذي أثمر المشروع الذي سيوفر 25 فرصة عمل للشباب والشابات. شو بدي يعمل الشباب والشابات أي عمل؟ كما سيسمح لعدد كبير من المزارعين ببيع، بيع شو بدهم يبيعوا أولادهم، يبيعوا الشجرة، يبيعوا أي إنتاج، ببيع إنتاجهم الزراعي، وسينعكس إيجابا على صعيد تحريك الحركة السياحية في المنطقة. أي منطقة؟ فوق الخصر تحت الخصر، كلنا للبطن، كلنا تحت البطن للجيب، نصرفهم تحت الجيب. هاي مشاريعنا. وكانت كلمة لمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في لبنان اسمها كارولين تيدي براين عن المشروع. حمية حرامية بيضربك بظهرك بيحط لك بحضنك كيس كيس كيس، أمير بحذف الميم وكأس بحذف الألف. هيدا شغلتنا، بتصدقوا عم تعملوا محميات؟ بيعملوا محمية للعلماء بهالأمة العربية، كيف بنقتلهم؟ عم تعمل محمية للشجرة؟ عود كبريتي واحد بتطير الشجر كله، بتحرق غابة. ما في، وين المحمية؟ وين الحكومة؟ غايبة عم تشكر. بعدكم بتصدقوا انه رح يكون في مشاريع؟ أي مشروع؟ بترفع التنورة، بتروح الفاتورة، بتهز اللي بتفتح الصيدلية، بتعمل هيك بتروح العدلية. كلنا مسؤولين. فإذا أنت شو بدك تعمل؟ أي مشروع؟ شرع فيك هالمشروع وبس، ما فيك تغير حدا، ما فيك تغير إلا نفسك. لا يغير الله ما بقوم حتى نغير ما بأنفسنا. قالوا لي يا جحي في شيء عندك بالبيت غلط. بالبيت عندي؟ قال له ايه بالبيت عندك. وين يعني؟ عند مرتي؟ لا. بأوضة مرتي؟ لا. بأوضتي؟ لا. قال له وين؟ قال له فيك. وفيك نطور، كل واحد يغير. هيدي وراء سمعناها من 60 و70 و100 سنة وبتشوف المشاكل. غيرنا التاريخ والأسامي، بعدنا وين بدنا نسرق، وين مننهب، شو مناخد منها. شو راح يطلع لي أنا؟ قال له شو بكلف هالمشروع؟ قال له $1,000,000. وين مليونين؟ وين ثلاثة؟ قال له ليش ولا أنت ثلاثة؟ قال له مليون إلي ومليون إلك ومليون اللي بده يعمله.
كل المشاريع على الورق، مدن تبنية على الورق، وبعدين وين احترق الورق؟ ليلى معوض يعني رنيه معوض هالجنينه وقت اللي انفتحي واجوا الناس، ازبل من هيك واجوى من هيك جنينه ما في، ناكل ومنكب اولاد نحفظات الاولاد، انه هالجنينه بدي يتذكروا رنيه معوض بالجنينه، وبدي يتذكروا بيك لانه طارق رفيق الحريري الدوله مدري شو، بدعوا لك. قال له حط لي اسمي بس موت لمطرح كل الناس تعوزني، اكثر الناس حط له اسمه على كرسي الحمى وكتبوا شوربة حمى شوربة باثروم باثروم سوب ترجموه تبولة يورينيشن تبولة. كل هالكتب العربي بتقرون، كل هالخطابات اللي بيكتبوا لكم اياهم بتحملوا الورقه وهي كلها من القاموس. قال له ما شفت الخطاب اللي عملته؟ قال له من زمان شفته. قال له انا اليوم كتبته، كتبوا لي اياه اقرا واعمل ساعدوه انت. قال له كيف سمعته؟ قال له حطوه بالقاموس، بيختاروا كلمات وبيترجموا كتب وترجمات كلها رجمه. كنا شعب صرنا شعب، رحمه رجمه. وحطوا نقطه. قال له انا النقطه. فإذا كل المشاريع اللي عم تنعمل، يجوا العربين تيشوفوا السيارات وتبقى قاعده وحده نسيت تلبسه، يطلع هيك بيقول له بدي هالسياره، بتجي هي. فإذا الحل، قالوا لقوا الحل، وين لقوا العرب الحل؟ الحل مات. فإذا اعقل وتوكل، ما بقى تتعاطوا مع حدا، هيدا زمان الغربال، غربل يا غربال ومقطف أكثر من الغربال. ما تصدقوا أي مشاريع، أي شيء عم تعملها هالبيئة وهالبيئة وهالوزير وهالوزيرة وهالرئيس، ماشي. فلوا الزعماء من لبنان بنرتاح، ما في زعيم. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم، كلمة تفه تكريم، كيف هالأموال عم تنصرف؟ هيدا مال حرام، انتو مالك حرام، مش أخير الموت بدك تدفع، تقول يا ريت صدقت كلمة من كلام المسيح أو محمد أو إنجيل أو قرآن. هيك قال المسيح تحمل، قال ما تحملوا كتاب حافين الوحيدة بالعالم العربي كل ما أملك بعيش خبزنا كفات يومنا. الصادق الله بيرزق الصدقة، وأكثر اللي بيبعثوا لي صدقات منهم عرب أبدا، العرب اثنين أو ثلاثة بس، شيء قليل. قالوا لي رجعي، نحن بدنا نصرف على العربين. قلنا هيك، قلت لهم إذا على هوما بدكم تصرفوا وتهذبون، على مين بدكم تصرفوا؟ ما عم بتقتلوا؟ مين الضحية اليوم؟ العرب، مسلم مع مسلم، سني سني، شيعي شيعي، داعش داعش، داعش سينا. شيخ مرشد مهم كثير وصادق، وجا عم بيموت، قال لهم اجوا كلهم، مين بده يكون بعد مطرحك؟ قال لهم جيبوا لي هيدا اللي بيشرب الخمره. اجا سامر، قال لهم رح اعطي السر لسامر ولو يا شيخ. قال لهم هيدا الصادق بيشرب خمره قدامي وقدامكم، انتوا في نوايا كثير سيئه عندكم ومخبيين عني وما تفكروا اني شايفها. هو صادق، هو رح يكون. قال لها شو بتشتغلي؟ قالت له هيك زيني علنا؟ قالت له ايه، بس هي وظيفتي، هي شغلتي، هي اللي صادقه اكثر. مرقت ام مع بنتها الصبيه شافوها، قالت لها بس ما تخلي تطلع فيك، ما تخلي تطلع فيك، وكانت عم تركض تركض بي. قالت لها شو بدك بنتي؟ قالت لها لا بس وقعت بورتموني جزدينا في مصاري.
قال له هيدي صادقة أحلى من هي الرجل الدين اللي عم بيصلي وكذاب. انتبهوا، كل المشاريع اللي عملناها أي مشروع زبط زبطان. ما كان صبري حميدي، قال له لو كان صبري مطرح صبري كان زفتها من سنتين طريق بعلبك والهرمل كلها. شايفين كلهم سر عين وحرامية. يا محل أيام كميل شمعون ما كان في قصر، وقصر هالملك وقصر هالهي وقصر هي يليق بفخامته. ميت ليس الهريبي، هالقصر بيليق بفخامته. مين مبسوط بأي قصر؟ يا ما في أحياء بالقبور، نعم، وأموات بالقصور. كيف هالأغنياء عم بتموت؟ ليش عم بينتحروا؟ مين الغني؟ يلي داش حسابك بالبنك؟ الغني اللي استغنى عن كل هالكذب. ما في مال حلال بقى، كله حرام، كله تبييض أموال. كلنا كل المشاريع من حوالي 60 سنة طلعت مشروع المي الإقلاني البلاستيك. صرنا كلاس، كنا بفيلوغة مصيفين نحمل أولادنا والإقلاني البلاستيك. إنه نحن كل الإقلاني تبع المي عاملين له تشيبينج بكعب القنينة. العرب ما بيقروا. ليش عم بتزيد الأمراض؟ ليش الدمار والحروب؟ ليش الذرة هون الشر؟ املي زرية ولو فقراء، عملنا املي زرية وهيدا املي زرية. ما كلنا بدنا نموت. إذا عم بعمل حرب أنا وياكم اثنيننا خسرانين، إذا بنعمل صلح اثنيننا بنربح. أنا بقوي نعم المناعة اللي عندي، وأنت بتقوي المناعة. ما بدي، لا أنا بدي سلاح ولا بدي دواء ولا بدي مستشفى ولا بدي، خلاص منعيش في اللي حمد في سلطان مخفي. زلع بلع، قال له بأربع كلمات بشيلها، مضغ 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 مضغ، ما حدا بيمضغ، كلنا زلع بلع. ما حدا عنده سكينة، كلنا عندنا سكين. أول مرة شو؟ سعلة، بعدين سل، سكري، سرطان، سيدا، سارس، وهلا شو؟ قال له، قال له ما بعرف، بس ما رح يضل حدا يخبر عن الحرب الرابعة. الثالثة عم نعيشها باردة شوي، بس الرابعة شو قال أينشتاين؟ يا ريتني سنجري. إديسون وقت الضل واللمبة قالت له أمها طفيها بدي نام. كلنا ما عندنا حضرة. وحدي بقعد ما بدي، ما في حدا ورا الكاميرا عم بتطلع فيكم عم تشوفونا. هيدا عم بيعمل هيك، هيدي عم تاكل، هيدا عم ما بدي اياهم. هيك بقعد بلا ورقه وبلا قلم، فايض مش من حيض وغيضه. 24 ساعة أنا ما بنام، جسمي بينام شوي، بس بقعد بقرا بسكار. هيدا الخمرة اللي عندي. بقول كيف بيحكي هيك؟ شو هالكلام؟ شو هالكلام؟ واغفر لنا من لم يتغافل ويتغاضى عن كثير من الأمور تنغصت عيشته. أعرف الناس بالله أعذرهم للناس وإن لم يجد لهم عذرا. اقبل أعذار الناس تستمتع بأخائهم، أنت أخوة كلنا، ومن أحسن الاعتذار استحق الاغتفار. لا شافع أنجح من الاعتذار. من لم يحتمل سلل الصديق مات وحيدا. أعظم العذر منع قبول العذر. أفضل الناس أعذرهم للناس. الأعذار يوجب الاعتذار. المعذرة برهان العقل. إعادة الاعتذار تذكير بالذنب. شر الناس من لا يقبل العذر ولا يقبل الذنب. اللي ما بيغلط منه حي، اللي ما عنده وجع منه حي. هاي الصحة بتقول لك ايه، هون موجوع هون موجوع هون موجوع. من عاقب معتذرا عظمت إساءته. لا تعتذر إلى من يحب أن لا يجد لك عذرا. سامحه وامشي.
إذا عبدت الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإذا عبدت الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإذا عبدت الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. كلنا خلقتكم أمهاتكم أحرار. الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعد خلفها؟ كن خليفة لا تكن جيفة. إذا فاتك خير فادركه، وإن أدركته فاسبقه. ابتسم فلن يتغير العالم بحزنك، من كتم سره كان الخيار بيده. انتبه، البخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. ولو هيدا البخل بدك تموت، والناس تموت مشهور والناس حولك كلها، عيش غني وموت غني. لو الفقر الرجل اللي قتلته، فقر العلم، فقر المعرفة، فقر. كفى بالموت واعظا يا حبيبي. لا تقل من الذي قال الحق، الخالق هو وحده القائل والفاعل. لا بقى تقول فلان قال، قال الله والشكر لله خلص. كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لأعرف، ما أنا إلا وسيلة يقلبني بين يدي، وساكن في لب القلب الذي خلقني يحبني أكثر من اللي خلفني. أنا لست من تراب، الجسد من تراب إلى التراب، والساجد يعود ويبقى في الوجود، لأنه هو الوجود مع الموجود. لا تفتش على المفقود، راح الموجود خلاص. الآن هو الزمان والمكان، بها اللحظة فيها يقظة، بها اللحظة فيها حضرة. عشان هيك أكثر الوقت 99% وحدة. بقول لهم اللي بده يجي لعندي، إذا جاي لأن عندك سكر وصلة وسرطان ما بدي، بس إذا جاي تتعرف على الساجد اللي فيك، على الوجود اللي فيك، بتجي وبتحط صدقة أسطوصة. الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم بالصدقات وبالزكاة، وبيروحوا بس تحطهم، ما بناموا بهني بالبيت. إن لله وإن إليه راجعون. يا حبيبي، من أحسن الاعتذار استحق الاغتفار. عامل الناس على قدر عقولهم، عاملهم بأخلاقك مش بأخلاقهم. أنت العمال منيح وكب البحر، ما بقى فيه بحر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تعتذر، نعم، إلا الناس اللي ما بيحبوا الاعتذار. سمحوا واغفر، كفي الطريق. نعم، قال في قوم يبحثون عن المفطر في رمضان تيعاقبوه، ولا يبحثون عن الجائع ليطعموه. يا حبيبي، ناس بتشتهي الرغيف وناس بترمي الرغيف. كيف بترمي؟ بتشتري خاتم 25 مليون دولار، 700 مليون دولار كلف عرسها لهيدي مدري منية المشهورة، هو مشهور لأنهم سخيفين. البوسة ضاينة 29 دقيقة عم ببوسها كتفه ولكتفه. شو هالأخبار اللي بتحطوها؟ بتطلع هالقد سخيفين؟ يا سخيف اديشك خفيف، كون لطيف. ايه بس هالسخافة ملفوفة بلفافة واسمها ثقافة. قال بين الراس وبين الليز، ما رح نقولها، هل أمي ما عندها تمييز؟ قالوا لها غطي الراس وما قالوا لها شي عن اللبناني. بينه وبين التفاهم في سوء تفاهم. يا حبيب قلبي، غزة ما فيها عيد، أخي شهيد، صديقي شهيد، ودوري ليس بعيد، عيد شهيد. هيدا عيد الأضحى، عم نضحي بولادنا وبأحفادنا ببلدنا بنفسنا. لازم نضحي بالجهل، بالكذب، بالنفاق. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى، نعم، أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولكن نعم، إذا سألني أعطيه، وينه؟ مين اللي عم بيتقرب اليوم؟ نتقرب من الجيب. قديش فيني قلطش من هيدا؟ فيني اسرق من مريم؟ قديش فيني حرامية وكذابين ومنافقين اللي معي؟ ما فيني إلكم
بس سمحت وغفرت لأنه الدرس كان لإلي، علمني من علمني. عشان هيك هلا ما بتعامل ابدا، قال لي 100 مليون دولار وهيك وهيك ومليارات واحد ثاني. قلت له عم فتش عن سين، ما بدي حدا. الحين بقنديلي وعم فتش عن سين. تعلمت انه نحن ما عندنا جماعه، الجماعه برا حطوا بركه الله وشوف. في كثير سر الوجود هو الميزان، الذكر والانثى وكل شيء ذكر وانثى. اللي ما بيعرف ذكر وانثى ما تحكوا علم الطب ابدا. كلكم هالمجلات اللي على الانترنت كلكم بدمركم. اذا بتاكلي هيك هلا اخترعوا سياره على الهواء على المي بتطير. ما العصفور بيطير ولا خيشو شو عملت يعني؟ أول 7 سنوات وثاني 7 سنوات يلي عمره بصير 21 سنة منموت إذا ما تعلمنا هالسر ذكر وأنثى. منندفن عمرنا 70 80 بس نحن أموات. نعم، لا تحبوا الميت الحي، حبوا الحي الميت، أحياء عند ربهم يرزقون. انتبهوا بس شوية أويرنس، شو اللي عم بيصير بسببه؟ هيدا أنا، هيدا أنا، هيدا نحن ونحن ونحن وأنا أنا. ما فيني غيره إلو بغير حالي. كل واحد صرنا 2 3 4 5 6 خلاص، ما بقى في حدا يكسرنا. الجسد يعود إلى التراب، ولكن إلى أين يعود الساجد والشاهد؟ كن عظيما ودودا قبل أن تصبح عظاما ودودا يا حبيب قلبي. كن أنت التغيير الذي تحب أن يكون في الضمير وفي المصير. ليس في شيء أطيب من اللسان والقلب إذا طاب اثنينهم صادين، ولا أخبث منهما إذا خبثا. بوجهك بقفاك يا نوح، أنت صاحب السفينة، أنت السيد، أنت الحسيب والرقيب. بقلبك تقوى الله والإيمان بالله والتوكل على الله. سفينة نوح وسفينة الأرارات، ولاد نوح حام وسام ويافت وهوديك. كل ما فكرنا وتعلمنا العلم يعمي والجهالة تعمي وكلاهما بلاء. بدي علم ورثة الأنبياء، وهيدا منه بالكتب، بكتاب القلب. نعم، وهلأ بهالصادقين اللي تركوا كتب. نعم، خير جليس الكتاب موجود وبلغ إيه. بس نحن بنبعث ولادنا على مدرسة الإنجليز، أنا ببعث ولادي على مدرسة اليسوعية، أنا ببعث ولادي. إذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، وإذا كنت على المائدة فاحفظ حلقك، وإذا كنت في بيت الناس فاحفظ عينك، وإذا كنت بين الخلق احفظ لسانك. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ويجمعنا الواحد الأحد يا حبيبي. نحن قوم، ما تاكل وحدك قدام الناس، أو تروح تاكل وحدك هونيك، أو بتاكلوا 3 4 أقل شيء، بتشاركوا بهالرغيف. في بيناتنا خبز وملح، في بيناتنا عيش. قال في رجال فات على حمام النسوان بالغلط، هو وظاهر شاف مرة غضبانة عليه، قالت له منك عارف؟ هيدا بس للنسوان؟ طلع فيه قال له هيدا كمان بس للنسوان. مهضومين وقت النكتة بتجي بمطرحها. كيفك يا أم الحمير؟ قالت له منيحة يا ولادي. مركبة على الحمار وما عاد تروى حمير. نعم. يا الله، قال داعش فرض تحجيب صدر الكنافة. بيعة الزهور بتفرح كثير إذا حدا بيقدم لها زهرة. من أغنى الأغنياء إذا بتقدم له صدقة. يا الله، قلت له هيك، قال لي بيل جيت. لأنه ما بتعم تقدموا لي صدقة مادية، صرنا 2. وقت حدا ببعث لي صدقة صرنا 3. يعني فينا نتفاهم، شوفوا وين بتروح. إياك ومصاحبة الجاهل، فإنه لا يعرف شيئا، إنه ميت لم يدفن بعد. دعوا الأموات يدفنون بعضهم البعض. لا تسقط شعرة من رؤوسنا إلا بإذن من الله. علمني من علمني.
يا حبيب قلب الرسول الأعظم مات مسموما، علي المرتضى مات مقتولا، فاطمة الزهراء شفت كيف ماتت، الحسن المجد مات، حسين ستنا زينب قالت اللهم تقبل منا هذا القربان. يا حبيبة قلب القربان عرفت هيك بدهم يموتوا، بس هني ما حسوا بالموت لأنه طاقة نور. يا الله الغفران أقوى الانتقام، وهذا هو التحدي وهذا هو البرهان. نحن لا نعرف شيئا وغابت عنا أشياء، لتكن مشيئتك، قال المسيح وأسلم الروح. أينما توليتم فثم وجه الله، وفينا انطوى السر الأعظم والعالم الأكبر، وأنت أكبر من كل كبير وأرحم من كل رحيم، يا أرحم الراحمين. آمين.